العربية من عام 2004 ل 2011 والأمين العام لجامعة الدول العربية منذ عام 2016. الأستاذ نجيب ساويرس أحد أكبر رجال الأعمال طبعاً. وأستاذ ساويرس مش بس هو اللي استهدف، لا كمان تم استهداف بعض الأشخاص من أسرته. والأستاذ ساويرس من يعني أكبر رجال الأعمال اللي تم استهدافهم. الأستاذ أنور محمد جرجاش عضو مجلس وزراء دولة الإمارات ويشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. الأستاذ سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد ونائب الملك ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، هو النجل الأكبر لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين. الأستاذ أحمد عبد العزيز قطان وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية. هنا بقى يعني احنا برضو لأول مرة، وحتى المحامي يعني مندهش لماذا تم استهداف لاعبي كرة القدم المصريين، واحنا ما عندناش الإجابة، ولكن في الفيلم ما زلنا نبحث أنا ويوسف الحسيني رد لهذا الاختراق أو استهداف لاعبي كرة القدم. أحمد سيد إيزو نادي مورينسي في البرتغال، اسلام صالح محمد الشناوي نادي الزمالك، سوري نادي الاهلي اسف جدا، والمنتخب المصري محمد عبد الفتاح نادي الزمالك، محمود حمدي نادي الزمالك، اسلام صالح نادي سموحه، احمد زيزو. عايز اتاكد بس ان ما فيش اي اسماء. احمد سلامه نادي الخبوره سلطنه عمان، وعبد الله السعيد النادي الاهلي السعودي منتخب المصري. طبعا انا ذكرت فقط بعض الأسماء، ولكن القائمة فيها أكثر من 450 شخص مصري، ومنهم رجال في الأمن ورجال في الجيش، وطبعا سفراء في البحرين والإمارات ومصر والسعودية، ورجال أعمال في أمريكا، وأشخاص بيعملوا في الأمم المتحدة، ورجال أعمال في الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا بس عايز أقول، وهو الأستاذ برويدي أستاذ دي ولاسكي ما ذكرش الموضوع ده في الفيديو، ولكن هو قالهولي وإنه الاف بي اي فعلا ابتدت وفتحت تحقيق في العملية، عملية التجسس الإلكتروني اللي قطر بدأت فيها. وإحنا هنا بصدد إعلان يعني التفاصيل بتاعت العملية من مصر، بسبب انه مش بس انه العدد كبير من الاشخاص اللي حاولوا اختراق ايميلاتهم، ولكن لان احنا فعلا الفيلم اللي انا ويوسف بنعمله توصلنا فيه لمعلومات، وتوصلنا حتى للاشخاص على السوشيال ميديا اللي بيتابعوا الاكاونتس بتاعت الاهداف وبيتابعوا على الفيسبوك هم بيحبوا ايه وبيفضلوا ايه، عشان لما الايميل يتبعت وفي اللينك يكون يعني قريب للاهتمامات بتاعت الشخص.